اهلا وسهلا بيكو. الفيديو ده مختلف عن اي فيديو. تقريبا زي ما انتوا شايفين كده انا على الطريق. هاخدكو في جولة في رحلة الى شرم الشيخ. يا رب يا رب تعجبكو. دلوقتي احنا داخلين على شرم. زي ما انتوا شايفين الطريق، وهوريكو الطريق شرم ومختطفات كده شكلها ايه من جوه. طبعا الطريق كان طويل جدا جدا. احنا راكبين من الساعة 11 بالليل، واصلين تاني يوم الصبح الساعة 11 تقريبا، 11 11 ونص على ما وصلنا الفندق. تعب. هو المفروض ان الطريق بياخد 9 ساعات، بس اللجان والتفتيشات هي اللي بتاخد وقت في الطريق. يلا اللي يحب القعدة جنب الشباك يتفرج على المناظر الطبيعية الخلابة. Thank you.
تقريبا احنا كده داخلين على الفندق اهو. الفندق اسمه كورال سي هوليداي، كورال سي هوليداي ده المدخل. طبعا بيبقى فيه تفتيشات وفيه كلب حراسة بيلف حوالين العربية يأمن اللي داخل. هو أجمل حاجة في الفندق بصراحة إن هو في مكان هادي جدا ومريح للأعصاب. كده خلاص احنا وصلنا. بعد ما خلصنا اجراءات الفندق طلعنا على الغرفة وجوزي بيفتح الباب لاني مش مالكة افتح. الشنط خدوها مننا تحت وبياخدوها يحملوها على العربية بتاعت القرية ويطلعوها الغرفة. على اليمين المطبخ، المطبخ الحمام، وعلى الشمال الدولاب وده المدخل ودول ولادي. وده الكارت اللي احنا فتحنا بيه باب الشقة، بنقيد بيه الكهرباء والمكيف. ندخل على الحمام وهوريكوا كده شكله، بصراحة نظيف جدا جدا، يعني حاجة نظيفة ولا الإضاءة تحفة. هنا المراية مقعرة ومراية عادية، وفي سشوار وكوبايتين عشان تحطي فيهم الفرش والمعجون وعلبة مناديل وشاور وشامبو وصابونة ومبرد للضوافر، وفي خلة بالقطن اللي هي بتنظف الودن، وده البانيو والفوط. الفوط بصراحة زي الفل، بيضة جدا لان الاضاءة مش مبينة بيضها قوي، نظيفة جدا جدا. تقريبا الفوط بتتغير لما بنحطها في الارض، هما بيغيروها حتى لو هتتغير كل يوم. هنيجي على الشمال هنلاقي الدولاب حاطين فيه 2 من البرنس و2 من السليبرز الفوطة. البرنس بصراحة زي الفل، بياض بياض ناصع، النظافة بتاعتهم حلوة قوي. وفي هنا خزنة وهنا بيحطوا كل يوم 4 أزايز من المية، ودي تلاجة صغيرة. وهنا على اليمين أوضة الأطفال، سريرين دورين. وتلفزيون. ودي شبكة كده عاملينها منظر فوق، عاملة زي شبكة العنكبوت، شكلها حلو قوي. هنطلع من أوضة الأطفال وندخل على الأوضة بتاعتنا احنا. بصوا السرير شكله عامل ازاي، الأوضة واسعة ما شاء الله حلوة. الملايات والمخدات واللحاف فلة بصراحة، يعني نضاف جدا جدا. بصوا الطبلوهات دي شيك قوي، معمولة كلها من الخشب. وطبعا مراية وتلفزيون.
بصوا الإضاءة جميلة، وفي هنا إدراج وباسكت، والمربع ده طبعا الكرسي بتاع التسريحة. بصوا الإضاءة بعد ما قدنا الإضاءة، بجد رهيبة، عاملة جو حلو قوي. وفي هنا ترابيزة وكراسي، بصوا كده الإضاءة بقى في الأوضة كلها جميلة جدا. وأنا عايزة أقول لكم إن المرايات هناك بتحلي قوي بتحلي. أوريكم بقى الفيو من هنا، تحفة. بصوا طبعا كراسي وترابيزة، وجنبنا لعبة زحليقة مائية. بصوا طبعا طلع على البسين والبحر، والخط الأزرق اللي هناك ده هو البحر. بصوا الزرع مع لون المية. طبعا الفندق هنا 5 نجوم، النظافة بتاعتهم ما تتوصفش. في هنا فطار وغدا وعشاء، وفي سناك بين كل وجبة ووجبة. سناك بقى السناك عبارة عن ايه؟ بيتزات، بطاطس مقلية بالكاتشب كده، برجر، وفي سندوتشات صغيرة كده لانشون وجبنة رومي، ومشروبات بقى زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا حابين، بأي كمية زي ما انتوا عايزين. بصوا اللي هناك ده البحر في الوش على طول. دي حاجات احنا ملناش دعوة بيها ملناش دعوة بيها خالص. ما تنسوش تتابعوني لاخر الرحلة عشان في حاجات حلوة هتعجبكم، واستنوني في الفيديوهات اللي جاية بعد كده. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.